الوسط الفني كل يوم بيفاجئنا بأخبار وتفاصيل محدش يتوقعها، مش بس بيختاروا يمثلوا قصاد بعض في الأفلام والمسلسلات ويتبسطوا سوا في السهرات، لا كمان بيتجوزوا بعض، ولما ندور هنلاقي علاقات نسب كتيرة جدا ما كانش حد يتخيلها. تعالوا بقى أقول لكم شوية منها. طبعا كلنا عارفين الفنان أشرف زكي وروجينا وقصة حبهم في المعهد العالي للفنون المسرحية لما وقع المعيد في غرام الطالبة وخطفها قبل ما تبقى فنانة مشهورة. لكن ناس كتير ما تعرفش إن الفنان أشرف زكي هو أخو ماجدة زكي، معبودة الجماهير زي ما لازم نسميها، وأخف دم في الوسط الفني. واللي برضو ناس كتير ما تعرفوش إن ماجدة زكي كانت في يوم من الأيام مرات الفنان كمال أبو ريا. متخيلين الميكس أصلاً؟ سيد العايق خطف ست الستات وخلف منها تلات ولاد هم أحمد وكمال وحبيبة، وأحمد دلوقتي بقى فنان مشهور وقريب جداً هيتجوز هو كمان من الوسط الفني ويكملوا خط النسب. ناس كتير بتشوف الفنانة جميلة عوض وبيشبهوا عليها، طب هي مين ولا طلعت منين؟ وطلع وراها حكاية كبيرة. جميلة هي بنت الفنانة راندا اللي لفتت نظر الجميع في مسرحية رايا وسكينة، ومش بس كده، دي بنت المخرج عادل عوض. عادل عوض اللي قدم مسرحيات كتير وكان سبب في ظهور مواهب فنية النهاردة بقى نجوم. هو في الأصل ابن الفنان محمد عوض الكوميديان الراحل اللي كان مكسر الدنيا وقت السينما الأبيض واسود، وده معناه ان جميلة عندها جينات الكوميديا اللي اكيد هتظهر في يوم من الأيام. نيجي بقى للقصة الأسطورية. الفنان عادل إمام هو نسيب الفنان الراحل مصطفى متولي، كان بينهم صداقة فنية وكيمياء رهيبة في الأفلام والمسلسلات، ومع الوقت اتطور الموضوع لعلاقة نسب واتجوز مصطفى متولي أخت عادل إمام. يعني الفنان عمر مصطفى متولي الشاب اللذيذ والكوميديان الموهبة عادل إمام يبقى خاله. ناس كتير ما تعرفش إن الفنان شريف سلامة جوز داليا مصطفى والنجم الجان اللي كلنا بنحبه هو أخو الفنانة منال سلامة، وبنتها أميرة أديب أصلا شبهه جدا، ودايما بيقولوا عليهم توأم، والعيلة دي بقى فيها تفاصيل كتير جدا. منال سلامة متجوزة المخرج عادل أديب اللي هو أخو عمرو وعماد أديب، وبنتها أميرة بتكمل مسيرة العيلة الفنية، وكمان خلقت لنفسها بيزنس خاص سواء بالإعلانات على السوشيال ميديا أو بخط إنتاج تجاري تكسب منه. البنت شاطرة طالعة لعيلتها كلها. وطبعا كلنا عارفين المعلومة دي بس حبينا نقولها برضو. الفنان أحمد صلاح حسني عمل تزاوج فني رياضي مع الفنان أمير كرارة، اتجوز أخته القريبة جدا على قلبه وبقوا صحاب عمر وكمان نسايب، ودايما بيتكلموا عن بعض كويس وإن الجوازة دي كانت في محلها. انتوا كمان اكتبوا لنا في الكومنتات لو في جوازات تانية من الوسط الفني وعلاقة نسب وقرابة احنا ما قلناهاش في الفيديو ده.